بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول مصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد ما بعد فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. القرآن الكريم سيتلو علينا وعلى مرسال حضراتكم قارئ قمرية ميس العربية والقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي، ألا وهو فاضل القارئ الحاج فاروق أحمد طيب، القارئ المقيم بقصر الشيخ خليل مركز مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، فلندعو له بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب كيف إذا تمحناهم ليوم لا ريب فيه وغفيت كل نفس ما Yeah.
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في وتولد النهار في الليل وتولد وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة وإلى الله المصير Oh,
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر ويحذركم الله نفسه Oh!
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا محرم
إذ قامت امرأة عمران
فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وكفلها زكريا وكفلها زكريا
يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. وقلت إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب تلاوة القرآنية المباركة. لطلع علينا وعلى آثار حضراتكم قارئ الجمهورية باللغة العربية والقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي ألا وهو فاضل الحاج فاروق القارئ والتوكيل فضل الشيخ مركز مدينة شبيل الجول محافظة المنوفية. أما الهندسة الصوتية والإدارة والمعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى التي ركبت وسلمت تحت إدارة المتوكل على الله الباش مؤسس محمود عطية الملكي للقرية الفيل الحضر مركز مدينة الشواشاء محافظة المنوفية.